في آخر الزمان يسلط الله على الكعبة رجلا يقال له ذو السويقتين تصغير ساق. السلام عليكم. الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في الصلاة، فلا تجوز صلاة لمسلم دون التوجه نحوها، وحولها يطوف المسلمون في موسم الحج، وسميت بالكعبة لأن شكلها مكعب، وتسمى أيضا بالبيت العتيق، وهي أول بيت وضع على وجه البسيطة وفقا للمعتقدات الإسلامية، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. والكعبة المشرفة مرتبطة ارتباطا كاملا بالبيت الحرام، فلا يمكن الفصل بينهما زمنيا أو مكانيا أو الحديث عن أحدهما دون الآخر. واختلف جمهور العلماء في أمر بناء الكعبة المشرفة لعدم وجود نصوص قرآنية أو أحاديث شريفة صحيحة تخبرنا بمن بنى الكعبة للمرة الأولى، ولكن المشهور عند أهل السنة أن أول من بنى الكعبة المشرفة هم الملائكة ليطوفوا بها خوفا من الله عز وجل، حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وذلك ما ورد في شرح صحيح البخاري. وتفيد الروايات التاريخية بأن الكعبة المشرفة قد بنيت 12 مرة في التاريخ. وقال قسم من العلماء بأن أول من بنى الكعبة هو آدم عليه السلام، ومنهم من قال بأن من بناها هو شيت عليه السلام. ويعتقد المسلمون أيضا بأن من بناها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما أمره الله تعالى برفع قواعد البيت وساعده إسماعيل عليه السلام في ذلك، وأمره بعد ذلك بأن يؤذن في الناس ليأتوا إليها ليحجوا، كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وقد جاء سيدنا جبريل بالحجر الأسود ولم يكن في بادئ الأمر أسودا بل كان أبيضا يتلألأ من شدة بياضه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. فوضع الحجر الأسود في زاوية الكعبة واكتمل البناء، فلا يقتصر سبب تعظيم الكعبة على أنها أول بيت وضع للناس فقط، بل لها مناقب عظيمة أخرى، فقد عظم الله تعالى شأن الصلاة فيها، وقضى بحكمته أن يكون موضعها حراما محرما، بالإضافة إلى أن الحجر الأسود الذي يعتبر ركنا من أركان الكعبة الذي نزل من السماء، كما أن الكعبة المشرفة من شعائر الله تعالى التي أمر عباده بتعظيمها، حيث قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد حذر الله تعالى من أراد الإلحاد فيها، وجعل الله الكعبة المشرفة حراما آمنا، فهذا البيت وهذه الكعبة هي بيت حرام، فلا تستحل فيه الحرمات، ولا يؤدى فيه إنسان ولا طير ولا نبات ولا حيوان. فقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فقد وصف الله عز وجل الكعبة المشرفة بالبيت الحرام، وهذا القانون الإلهي لهذه البقعة المباركة هو تشريف وتكريم لها، فإن تصف مكانا ما بأنه حرام هو في غاية التقديس والتشريف. وكلمة الحرام تعني كل أمر يكون فيه تعظيم للبيت، فبتحريم البيت يكون الأمن والأمان، كيف لا وإذاء شجرة حرام، والاعتداء على أهله حرام، والاعتداء على الطير حرام، وحتى العبث بحجارته وبنائه بقصد العبث والإداء والقتال عند الحرم أو الكعبة أمر محرم، وحتى الأنعام لا يجوز الاعتداء عليها في هذا المكان، فأي تكريم وتشريف لمكان في العالم مثل هذا المكان، فإنها بلا شك أكثر البقع أمانا على وجه الأرض، حتى الطير تجول في سمائها ولا تخشى صيدا ولا عبثا. وقد فضل الله سبحانه وتعالى هذا المسجد عن غيره من المساجد بالأجر المضاعف، فمن صلى فيه صلاة كانت كمئة ألف صلاة عما سواه. ولا شك بأن واجب المسلمين اتجاه الكعبة المشرفة والبيت الحرام كبير، وخاصة أن هذا المسجد الحرام قد تعرض لكثير من المخاطر والتهديدات قديما، ولعل أبرز هذه التهديدات محاولة أبرهة الحبشي غزو مكة وهدم الكعبة. ولقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة هلاكه بطير أبابيل وحجارة من سجيل، وسوف يتعرض هذا البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدم وتخريب على يد رجل من أهل الحبشة.
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل صفات خلقية واضحة، منها أنه رجل أسود، حمش الساقين أي دقيقهما، أفحج أي متباعد ما بين الساقين، وأصلع لا شعر له، وهو رجل حبشي من أهل الحبشة، وهي التي تمثل إثيوبيا حاليا، حيث عرف المسلمون هذه البلاد أثناء هجرتهم الأولى وثانية إلى الحبشة، وكان يحكمها النجاشي الملك العادل. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة هدم الكعبة وأنه سوف يخربها وينقضها حجرا حجرا هذا الرجل الحبشي ومن سوف يعاونه، وحث النبي الكريم المسلمين أن يكثروا الطواف بها لأنها سوف تهدم في آخر المطاف، كما حثهم في حديث آخر على تجنب الحبشة واجتنابهم ما أمكن، لأن الرجل الذي سوف يهدم الكعبة سيكون منهم، كما بيّن النبي الكريم وجود كنز في الكعبة بدون التفصيل في ماهية هذا الكنز، وأن من سوف يخرجه هو هادم الكعبة الحبشي. أما وقت حصول هذه الحادثة الرهيبة فلا يعلم على وجه التحديد، فمن العلماء من يرى بأنها سوف تحصل في آخر الزمان عندما تقبض أرواح المؤمنين بالريح، ولا يبقى إلا شرار الناس الذين سوف تقوم الساعة عليهم. ومن العلماء من يرى بأنها سوف يتزامن حدوثها مع علامات أخرى للساعة، منها ظهور المهدي عليه السلام. فانظر هذا البيت الذي حماه الله وأجاره من جبروت الجبابرة، يسلط عليه رجلا ضئيل الجسم ذي عاهات، يقلعها حجرا حجرا ويسلبها كنوزها، فلا يحج بعد ذلك البيت ولا يعتمر. نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم، وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة. زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما، ومما دل على قسوة عمر بن الخطاب في الجاهلية على المسلمين ما روي عن تعذيبه لجارية بن المؤمل، حيث كان يضربها حتى يمل فيقول لها: إني أعتذر إليك، إني لم أترك إلا منالة. وقبل دخول عمر بن الخطاب إلى الإسلام سبقتها إرهاصات كانت توحي بقرب دخول الإسلام إلى قلبه، فقد كانت شدة عمر بن الخطاب وقسوته على المسلمين، إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. ولما أسلم عمر رضي الله عنه سأل عن أكثر من ينقل الحديث في قريش، فقالوا له: جميل الجمحي. فذهب إليه وقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت، تركناها لكم أو تركتموها لنا. وهكذا كان إسلام عمر رضي الله عنه نقطة تحول في تاريخ الإسلام، عندما شعر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدنو أجله، خشي أن تقع فتنة بين المسلمين بسبب الخلافة، ففكر في تجميع كلمة المسلمين على رجل ليستخلفه من بعده فيضمن بذلك نجاح سياسة الفتوح واستمرارها. فأخذ أبو بكر الصطاب كان يؤثر المصلحة العامة على نفسه وأهله وبنيه، وكان صاحب مرونة سياسية، فلا أحد يستطيع أن يتحمل عبء الخلافة الثقيل مثله. فلما عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على اختيار عمر رضي الله عنه لخلافته، بدأ يستشير أهل الحل والعقد من الصحابة رضي الله عنهم، فلم يجد معارضا له حر الحق، وأوصاه باستكمال الفتوحات. وبعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تولى عمر رضي الله عنه الخلافة، وكان أول من سمي بأمير المؤمنين. قتل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب على يد شخص لا يعرف عنه أي شيء سوى أنه خادم لمغيرة بن شعبة، أحد زعماء الثقيف بمنطقة طائف، فقد كان اسمه فيروز أبي لؤلؤ المجوسي، وهو فارسي، حيث كانت حادثة اغتيال الخليفة في فجر يوم الأربعاء الموافق إلى 23 من شهر تشرين الثاني لعام 644 ميلادية، عندما خرج عمر بن الخطاب من منزله كي يؤم الناس في صلاة الفجر، انتظم جمع المصلين فأخذ ينوي الصلاة ويكبر.